آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونظير هذه الجملة في سورة المائدة، ولكن باختلاف يسير، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ماذا نقول عن الهمزة يا داود؟ أصل هذه الهمزة أنها للاستفهام يا أستاذنا. نعم، أي لطلب الفهم، ولكنها هنا وإن كانت للاستفهام يفهم منها التعجب والإنكار. يفهم منها التعجب والإنكار؟ نعم، والمقصود من ذلك الرد عليهم وتخطئتهم. فليس المقصود الإنكار وحده، بل المقصود الرد على مقالته. فلنبتدئ جاء الإنكار الذي تضمنته الهمزة مع الرد والتخطيط. اختلف العلماء في هذه الأقوال على ثلاثة. فما هي هذه الثلاثة الأقوال يا أستاذنا؟ القول الأول أنها للحال، ويكون ما بعدها منصوب على الحال وعامل الحال ما قبل الهمزة، أو المحذوف بعد الهمزة. القول الثاني أن الواو عاطفة، تكون عطفت ما بعدها على جملة محذوفة أو على ما قبلها. والقول الثالث أن الواو للاعتراض في آخر الكلام، والاعتراض قد يكون في آخر الكلام. وما الأقرب يا أستاذنا من هذه الأقوال؟ الأقرب من هذه الأقوال أنها للحال، أي أن هذه الواو واو حالية، وتكون الجملة التي بعدها منصوبة على الحال. والقول الثاني يليه بالقوة، أما القول الثالث فقد قال به بعض العلماء. أستاذنا، نعم، إعرابنا في الحلقة القادمة لأن الوقت قد انتهى.